هذا المعمل ينتج الطاقة من الفحم الحجري الصلب، وهو مملوك لواحدة من أكبر الشركات المزودة للطاقة في ألمانيا، وهي شركة فاتنفال. هو يزود 44 ألف منزل في برلين بالكهرباء والتدفئة. شركة فاتنفال تريد إغلاق هذا المصنع بحلول العام 2030، إلى جانب مصنع آخر يزود أو يستخدم الفحم الحجري الصلب كذلك. فهي تغلق منذ سنوات المصانع التي تستخدم الفحم الحجري ضمن خطة لتقليص الانبعاثات التي تتسبب بتلوث عال. ولكن خطة الحكومة الألمانية الآن بزيادة الاعتماد على إنتاج الطاقة من الفحم الحجري للتعويض عن الغاز الروسي يعني بأن هذا المعمل قد لا يتوقف عن العمل قريباً. هذه الخطة كشف عنها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك الذي ينتمي لحزب الخضر، وهي مفارقة لأن هذا الحزب يروج أو يحارب منذ سنوات لوقف الاعتماد على الفحم الحجري، وهي خطة تعني أيضا بأن الحكومة الألمانية قد تكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بوقف الاعتماد على الفحم الحجري بشكل كلي بحلول العام 2030، رغم تأكيدها بأن هذا الأمر ما زال ممكنا. راغدة بهنام، العربية، برلين.